تكسب يا يعني كابتن. روح غريبه بصراحه يعني انت النهارده. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما شاء الله ماتشات يعني صعبه روحهم في الاهلي والدوري الزمالك والدوري المصري والدوري برافو عليك. الاتحاد اكتسبها منين؟ من الاهلي بس. يعني برضو ارجع على موضوع عبد الله السعيد، كان مع عبد الله السعيد امبارح كان نجوم كبيره جدا ازارو واجايي، لكن امبارح كان الكابتن احمد طيب، بصوا انا عارف ان في ناس دايما بلوم على الكابتن احمد طيب ان هو زملكاوي قوي، انا عايزكم تنسوا قصه الزملكاوي والاهلاوي دلوقتي تحديدا، انا بكلمكم على احمد طيب راجل فاهم كوره قوي، حتى انت لو تسمعه وتشيل ان هو زملكاوي هتعرف ان هو بيتكلم في الكوره كويس قوي قوي قوي. لكن امبارح هو ما كانش طيب بصراحه، ما كانش طيب خالص. كان امبارح يعني قال عبد الله السعيد، لو عبد الله السعيد كان بيلعب في الماتش ما كانش هيقول اسمه اكتر ما قاله امبارح، فانا بقول لك ما كنتش طيب امبارح. لكن انا بصراحه بستمتع بكلامك لانه كلام في الكوره فعلا في الصميم، بيعرف يتكلم قوي في الكوره، بيعرف يحلل الكوره كويس قوي. قال امبارح كذا نقطه كده مش عايز اكررها، لكن اللي ملفت لنظري ان حضرتك تغفلت تماما دور ازارو، وتغفلت تماما دور اجاييه، وتغفلت تماما دور سعد سمير، لان سعد سمير لعيب مهم جدا حتى لو هو بيلعب مساك، لكن لعيب مؤثر جدا، هو بيطلع بيلعب بدماغه، جاب لنا جوان كتير جدا في الدوري وفي افريقيا، زي ما ازارو كان هداف الاهلي، زي ما اجاييه نجم الاهلي، زي ما عبد الله السعيد برضو. لكن انت تغفلت وكنت مش طيب امبارح، كان ليك وجهه نظر تانية خالص. فدي كانت نقطه برضو كنت عايزها. لا عايز اقول لك حاجه، لا يا كابتن في ناس اتكلمت فيها كتير جدا، لكن جماهير النادي الاهلي واعيه، وجماهير النادي ما بتحطش في دماغها كابتن ميدو، ده جماهير النادي كبيره فاهمه، زي ما قلنا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان جماهير النادي الاهلي عارفه كويس جدا النادي الاهلي، زي ما احنا بنقول دلوقتي ما بيقفش على العين. عبد الله سعيد موجود مش موجود، هو جماهير النادي الاهلي ما بتحبش عبد الله سعيد، لكن بتحبه جدا الكلام اللي جماهير النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي نادي مبادئ، نادي قيم، نادي ما بيهزرش. لكن في ناس بتبقى لها اغراض ثانيه. اكيد انا النهارده خليني في المباراه، خليني في اللعيبه، وبعدين يا كابتن فاروق يا كابتن ميدو سوري، لعيبه النادي الاهلي بما حضر بالظبط. خلينا بس يعني خلينا بقى النهارده هو كابتن محمود سمعنا في الايربيس والله بقول لك الاهلي بما حضر لا ما هي النادي الاهلي ايه، مش هقول النهارده لا في اجايي في 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 ازارو، طب ما الناس دي كانت موجوده مؤثرين ما اتكلمتش عليهم بالظبط. ما انا بتكلم اشمعنى عبد الله سعيد، لان الناس في هدف ان انت مش عايزين بقى نزود الشحن المعنوي. ما انا قلت له ما كانش طيب، ما انا بقول لك هو ما كانش طيب، هو شخصيه محترمه انا بحبه جدا وبحب تعليقه، لكن ما اقعدش ازود. بيتكلم في الكوره حلوه يعني لا بيتكلم في الكوره بس خلي بالك، انا سعيد جدا بجمال النادي الاهلي. امبارح بيكلموني، انا كنت في اسيوط امبارح يا كابتن بتفرج على المباراه هناك، بامانه بيتكلموا باسلوب شراكي، يعني شوف الناس في صعيد مصر بتتكلم بتقول لك احنا مش هننساك ولا الكلام اللي بيتقال، يعني ناس كتير جدا بتقول لك خلاص الناس فاهمه محمود. فاتمنى ان الناس تهدى شويه، لان النادي الاهلي نادي كبير مش هيقف على اي لعيب مهما كان هو. اكيد يعني النهارده الكابتن خطيب كان بيلعب في النادي الاهلي وبطل، الكابتن طارق زيد كان بطل، الكابتن شريف عبد المنعم، ناس كبيره وناس مش عايز انسى حد، ناس كبيره جدا بطلت، النادي الاهلي ما وقفش والنادي الاهلي ماشي. فاتمنى ان شاء الله ده اللي احنا بنقوله، لكن احنا بنقوله بنقوله دايما. الحاجه الثانيه يا كابتن ميدو، احنا مش عايزين ننساق، لان في ناس فعلا حابه ان في يبقى في رغي في النادي الاهلي كتير في الفتره اللي جايه، اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نوقف يعني النادي الاهلي كبير ويقف على رجليه الفتره الجايه. اكيد انا مش عايز برضه اتكلم في القصه دي كتير، يعني انا قلت قبل ما انت تيجي قلت انا مش عايز كل من هب ودب بيطلع اقول انا خايف على الاهلي. لا لا النادي الاهلي ما حدش خاف عليه، لا ده انتوا اللي تخافوا على نفسكم والله العظيم. يعني انا دايما بحترم المكان اللي انا فيه، دايما بحترم الكيان الكبير اللي انا فيه، لكن ساعات بتبقى مستفز كده جواك لما تشوف اشكال غريبه طالعه. هو عايز يوصلك لكده، هو عايز يطلع له جواك فيستفزك عشان يطلع جواك، لكن احنا الحمد لله احنا حاجه غريبه جدا يعني. ربنا يهديه ربنا يهديه. عايز اكلمك على الحته الدفاعيه.